السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهات قناة عبير عامر. النهاردة معانا خبر جديد، تعالوا نسمعه مع بعض. نشوب حريق بمحطة وقود بالشرقية والحماية المدنية تدفع بخمس سيارات إطفاء. خبر المعنى بيقول: نشب حريق بمحطة وقود بعزبة البكاكرة بمحافظة الشرقية، ودفعت قوات الحماية المدنية خمس سيارات إطفاء للسيطرة على النيران وإخمادها قبل امتدادها إلى باقي أنحاء المحطة. تلقى اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية إخطار من اللواء عمرو رؤوف مدير المباحث الجنائية، وفيد بلاغ لمركز شرطة الإبراهيمية بنشوب حريق بمحطة وقود ناحية عزبة البكاكرة دايرة المركز. تم إخطار الحماية المدنية بالشرقية، ودفعت بخمس سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق في مهرع سيارات الإسعاف تحسبا لوقوع خسائر بشرية. وتمكنت قوات الحماية المدنية بالشرقية من السيطرة على حريق محطة الوقود في عزبة البكاكرة التابعة لمركز الإبراهيمية، وتمت محاصرة النيران وإخمادها قبل امتدادها إلى باقي أنحاء المحطة. لم يسفر الحريق عن وقوع خسائر بشرية، وتبين من التحريات الأولية أن الحريق نشب بالكابل المغذي للمحطة نتيجة ماس كهربائي، وتمت السيطرة على الحريق قبل امتداده لباقي المحطة، وما لم يسفر زي ما قلت عن أي خسائر بشرية الحمد لله، وجرى تحرير محضر بالواقعة وانتداب الأدلة الجنائية لمعرفة سبب الحريق. إلى اللقاء في خبر جديد إن شاء الله. ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان كل خبر جديد إن شاء الله يوصل لحضراتكم، وإلى اللقاء في قناة عبير عامر.